الصين كانت أول من يدخل دوامة المرض وأول من يسطر خطوات الأمل للخروج منها. هذه الدوامة التي تشوه التاريخ بطاعون الطائفية وكورونا الفساد هي نفسها التي فتنت العالم بكسر أرقام جديدة بسرعة إنتاجها والتكيف مع المصائب. تنبهت الصين لأهمية تلبية الاحتياجات الداخلية، وسريعاً بدأت خطوط إنتاجها تعمل بنشاط لتلبية الطلبات الخارجية على أجهزة التنفس المنقذة للحياة. على بعد بضع كيلومترات شرق العاصمة بكين، كانت شركة صينية تشغل مصنعاً بثلاث مناوبات، وبمشاركة موظفي البحث والتطوير ظلت آلات الشركة تعمل مستمرة بلا توقف إلى الساعة. هو المسألة الحاسمة في لحظة فارقة بين الحياة والموت لمرضى كورونا، وفقاً لما قاله حاكم ولاية نيويورك. We have about 5,000 or 6,000 secured. We need 30,000. Federal government has 12. I mean, this is a bad situation. الصين تسعى لاستعادة دور قيادي دولي بعد ضربة كورونا، وتطرح نفسها باعتبارها منقذة لأوروبا في مكافحة المرض، تقدم الأقنعة والإمدادات الطبية إلى أكثر الدول تضرراً، إيطاليا. سباق استفز ترامب للمشاركة فيه. لكن لن يكون تصنيع أجهزة التنفس الطبية كالكمامات، فالأولى تتطلب دقة عالية في الإنتاج، وهو عمل مرهق لن يتناسب مع الجميع، خصوصاً أن وزارة الصناعة أعلنت مؤخراً عن تسليمها 14,000 جهاز تنفس صناعي، وهي قادرة على تصنيع نفس العدد بحلول أبريل المقبل. مكرم حناوي، العربية.